بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام عن الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، والكلام الآن عن قرينة الصلاة في كتاب الله وهي الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام. فدائما إذا ذكرت الصلاة في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر معها الزكاة، فهي قرينتها، مما يدل على آكدية الزكاة في الإسلام. وقد فرضت الزكاة على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، وذلك في كثير من الآيات: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالزكاة فريضة، والزكاة قرينة الصلاة، فكما أن الصلاة فريضة الزكاة فريضة. والزكاة هي ثالثة أركان الإسلام كما هو معلوم، من جحدها جحد وجوبها فإنه يكفر ويرتد عن دين الإسلام، وأما من أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، لأنها حق واجب عليه، واجب للفقراء والمساكين. ومعلوم أن الإنسان إذا أبى أن يدفع الحق الذي عليه فإن ولي الأمر يأخذه منه قهرا ويدفعه إلى مستحقه. فإن كان هذا الذي منع الزكاة بخلا، إن كان معه قوة وشوكة فإنه يقاتل، يقاتل على منع الزكاة، ولو كان يقر بوجوبها، بمجرد ما يمتنع من أدائها وهو له شوكة وقوة يحتمي بها فإن ولي الأمر يقاتله حتى يدفع الزكاة. ولذلك لما امتنع جماعة من العرب عن دفع الزكاة بعد وفاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن الزكاة إنما تدفع للرسول ولا تدفع لغيره. لما امتنعوا من دفعها قاتلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق حتى أخضعهم لأداء الزكاة، وقال رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي رواية: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها. والأدلة على ذلك كثيرة في أكدية الزكاة. والزكاة في اللغة الطهارة والنمى، طهارة والنمى، لأن الزكاة تطهر المال وتطهر النفس من الشح والبخل. ولهذا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهرة للمال وطهرة للنفس من الشح والبخل، وهي نمى، تنمي المال وتسبب البركة فيه. أما إذا منعت الزكاة فإن هذا سبب لتلف المال ورفع البركة منه. ولهذا جاء في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وجاء في الأثر: ما تلف مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة. الزكاة خير كلها، هي ليست نقصا كما يظنه البخيل أنها تنقص ماله، هي لا تنقص المال بل تزيده وتنميه وتسبب نزول البركة فيه. المال الذي لا يزكى هذا مال معدوم البركة، وهو عرضة للتلف والآفات والزوال. ومانع الزكاة جاء الوعيد في حقه: إن كان عنده ذهب أو فضة ولا يؤدي زكاتها فإنها الذهب أو الفضة يمثل له في قبره شجاع أقرع، يعني ثعبان، والعياذ بالله، ثعبان، ثعبان عظيم فيه سم، يطوقه في قبره ويلدغه ويفرغ فيه من سمه حتى يتألم جسمه. وهذا كما في قوله جل وعلا: ألا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم
فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، هذا هو الكنز. أما الذي تؤدى زكاته فهذا ليس بكنز، يجمع ماله كله ويجعل صفائح، يجمع ماله الذهب والفضة ويجعل صفائح ويحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها، كما ذكر الله سبحانه وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصفح له صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وجنوبهم وظهورهم، يكوى من جميع الجوانب، من الأمام ومن الجنب ومن الخلف والعياذ بالله. وله بساعة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يعذب بهذه الصفائح وهذا الكي. أما إن كان ماله من الماشية كالإبل والبقر والغنم ولا يؤدي زكاتها فإنه يبطح لها يوم القيامة في قاع قرقر، ثم تساق عليه تطأه بأظلافها وأخفافها وتنهشه بأنيابها، كلما أتى عليه آخرها رد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالأمر خطير جدا، منع الزكاة خطير على الإنسان. من هنا يجب على الإنسان أن يحصي أمواله وأن يزكيها، إذا وجبت فيها الزكاة أن يبادر بإخراجها ولا يتأخر عن إخراجها، إلا إذا كان ما عنده شيء في الوقت الحاضر فإنها تبقى دينا في ذمته، لا بد أن يؤديها إذا قدر. فلا يتماهن الإنسان في إخراج الزكاة، والزكاة مقدرة، مقادير بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن مقدارها في الذهب والفضة أنها ربع العشر، الذهب والفضة 2.5%، ويقوم مقام الذهب والفضة الأوراق النقدية المعمول بها الآن، هذه تقوم مقام الذهب والفضة، ولها حكمها، حكم الذهب وحكم الفضة. وأما يعني الزكاة تجب في أربعة أصناف، في أربعة أصناف من المال. الصنف الأول الذهب والفضة وهو النقدان، أو ما يقوم مقام النقدين من الأوراق النقدية. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الصنف الثالث عروض التجارة، وهي السلع التي تعد للبيع، السلع التي تعد للبيع، هذه فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، تجب الزكاة في قيمتها. وعروض التجارة كما ذكرنا هي السلع التي تعد للبيع، كالأراضي والبيوت التي تعد للبيع، السيارات والآليات وقطع الغيار والأقمشة والأطعمة، كل ما يعد للبيع، كل ما يعد للبيع فإنه تجب فيه الزكاة، ويسمى عروض التجارة.
والنوع الرابع الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وحقه يوم الحصاد هو الزكاة. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف. فالصنف الأول الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، هذه فيها ربع العشر 2.5%. وأما المواشي فهذه لها أنصبة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإبل وفي البقر وفي الغنم، وهي معروفة في كتب الفقه، ما يتسع المقام الآن لذكرها. وعروض التجارة زكاتها مثل زكاة النقدين، إذا بلغت قيمتها نصابا فإنها تزكى القيمة، يعني يخرج ربع العشر من قيمتها. وأما الخارج من الأرض الحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن، والثمار كالتمر والزبيب، هذه الثمار الحبوب والثمار إن كانت تسقى بلا مؤونة، تسقى من الأنهار أو من السيول أو تشرب بعروقها بدون سقي، الإنسان ما يخسر عليها شيء، إنما تسقى من غير مؤونة، هذه فيها العشر كاملا العشر. أما إن كانت تسقى بمؤونة، تسقى بمؤونة يعني نفقة ينفق على سقيها، هذه فيها نصف العشر، فيها نصف العشر. هذه المقادير مقادير سهلة يسيرة. الله أعطاك مالا كثيرا وأوجب عليك شيئا يسيرا يعود عليك بالنفع، يعود عليك بالأجر عند الله، ويعود على مالك بالبركة والنمى، ويعود على نفسك بالكرم والجود والبراءة من الشح والبخل. فهذه الزكاة يسيرة إذا قارنتها بالمال الذي يعطيك الله عز وجل، إذا قارنتها بما عندك من الأموال تجد أنها يسيرة، وفيها خير كثير لك ولمالك ولإخوانك المسلمين. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال سبحانه: إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة ثمانية، لا يجوز صرفها في غير هذه المصارف الثمانية. فالزكاة لا تنفق في المشاريع كالمساجد والمدارس والطرقات، ما تنفق في المشاريع الخيرية، وإنما تنفق على الأصناف التي ذكرها الله في هذه الآية. أما المشاريع الخيرية فإنها
ينفق عليها من التبرعات ومن صدقات التطوع. أما الزكاة فإنها محجوزة لهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في هذه الآية الكريمة. فيجب على المسلم أن يهتم بالزكاة غاية الاهتمام. الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة عند حصاده، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، عندما تحصل على الثمرة أو على الحبوب تخرج زكاتها. أما النقود وأما المواشي وأما عروض التجارة فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من امتلاكك لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 12 شهر. إذا تم الحول على المال الذي عندك وجبت عليك الزكاة، ويجب عليك المبادرة بإخراجها، وتكون طيبة بها نفسك مغتبطا بها، لأنها نعمة من الله عز وجل، ما هي مغرم ولا خسارة كما يظنه المنافقون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، مغرم حسب غرامة خسارة، لا، المؤمنون يعتبرونها خيرا وبركة ونماء، أما المنافقون فيعتبرونها غرامة، يعني خسارة والعياذ بالله. والمنافقون لا يخرجونها إلا وهم كارهون، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما المؤمن فإنه يؤدي الزكاة في وقتها وافية غير منقوصة، طيبة بها نفسه، محتسبا أجرها عند الله سبحانه وتعالى، ويبادر في إخراجها إذا وجبت، ويدفعها إلى المستحقين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا يسيرا. أما المسكين فإنه أحسن حالا من الفقير، هو من يجد نصف الكفاية أو غالب الكفاية، فيعطى ما يكمل له نفقته. هؤلاء هم الفقراء والمساكين، هم أول الأصناف، أول الأصناف، فتدفع لهم. ولا يجوز للإنسان أنه يتساهل ويدفعها لغير الفقراء، ما تجزيه إذا أعطاها لغني، ما تجزيه، ما تجوز الزكاة للغني، لا، ليس فيها حظ لغني. وكذلك لا تعطى الزكاة للقادر على الكسب، الذي يقدر على الكسب، القوي في جسمه الذي يقدر على الكسب لا تحل له الزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الزكاة لا تحل لذي مرة قوي، يعني قوي في بدنه وقادر على الاكتساب، هذا يكتسب ويأكل من كسبه، إنما يعطى الزكاة الضعيف الذي لا يستطيع الكسب، هذا هو الذي يعطى الزكاة. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، إذا لم تؤدها على الوجه المطلوب فإنك تركت ركنا من أركان الإسلام. تنبه لهذا. ما هي بالزكاة تبرع منك أو منة منك تمن بها، ما هي منة،
الزكاة منة عليك، منة عليك من الله، وليست منة منك على الناس. الله هو الذي من عليك بالمال ومن عليك بالزكاة لأجل أن تطهر مالك وتطهر نفسك، فهي منة من الله سبحانه وتعالى، فلا تمنن بها على الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لا تمن بها على الناس، بل اعتبر الفضل لله سبحانه وتعالى، وهذا حق للفقير والمحتاج، ليس فيه طيب منك، هذا حق واجب عليك، ليس هو طيب منك أو كرم منك، وإنما هو حق واجب عليك للفقراء والمساكين. فعلى المسلم أن يهتم بهذا الركن الثالث من أركان الإسلام الذي هو قرين الصلاة في كتاب الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول: ما حكم الصلاة خلف من هو معروف بالذهاب إلى الأعياد الشركية عند القبور، عند المساجد التي فيها قبور؟ إذا كان يذهب يشارك المشركين ويشرك بالله ويدعو الأموات ويستغيث بالأموات، هذا مشرك، لا تصح صلاته هو لأنه مشرك، ولا تصح الصلاة خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. هذا يسأل عن اللي عنده محل للأنترنت يتجمع عنده الشباب، نقول له: يا أخي اتق الله، الإنترنت هذا أداة فساد، أداة شر ومجلبة للشر، ولا أفسد كثيرا من الشباب والشابات، بل وكثير من كبار السن أفسدهم هذا الإنترنت، أفسدتهم هذه القنوات الفضائية التي تجلب الشر. فعليك أن تتقي الله ولا تفتح محلا لهذه الأمور، اطلب الرزق من الوجوه الطيبة، وجوه الكسب الطيبة التي أباحها الله سبحانه، وهي كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ألا يسأل عن إنسان مبتلى بسلس البول، مبتلى بسلس البول، ينزل منه البول دائما، ماذا يعمل؟ نقول: إذا جاءت الصلاة يستنجي، يعني يغسل ذكره ويضع عليه شيء يحفظ تسرب البول، يضع عليه حافظ يمنع تسرب البول، ويتوضأ ويصلي في الحال، صلي في الحال، ولو نزل منه بول في الصلاة صلاته صحيحة، لأنه ما يستطيع أكثر من ذلك. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يترك الصلاة، يقول: أنا ما أستطيع الوضوء. توضأ على حسب حالك يا أخي، إذا بغيت تصلي تستنجي وتحط شيء على الذكر يحفظ البول، ثم توضأ ثم تصلي في الحال شيء وانت تصلي، ما يضر، الصلاة صحيحة، لأنك ما تستطيع أكثر من ذلك. نعم. عروض التجارة زكاتها إذا تم الحول على القيمة، ما هو على العروض، على القيمة التي اشتريت بها هذه البضائع، إذا تم الحول على رأس مالك اللي شريت بها البضائع
فإنك تقوم البضائع تثمنها باللي هي تسوى، اللي هي تسوى في السوق عند تمام الحول، تثمنها تجردها كلها وتثمنها باللي هي تسوى، تجمل قيمتها وتخرج ربع العشر. هذه كيفية إخراج زكاة عروض التجارة، وحولها حول العروض، حول رأس المال اللي شريت به. نعم. يقول: هل الأفضل أن الزكاة تعطى لشخص واحد أو توزع على عدة أشخاص؟ نقول: هذا حسب الحاجة. إذا كان الشخص محتاج لها كلها أعطه إياها، أما إن كان أنه يحتاج بعضها أعطه ما يحتاج والباقي تعطيه لآخرين. نعم. نعم. هذا يقول: هل تعطى الزكاة لكل، يقول: هل تعطى الزكاة لكل الأصناف الثمانية أم يكتفي بصنف واحد؟ لا، يكتفي بصنف واحد، أو بلازم أنه يعمم كل الأصناف الثمانية؟ صعب عليه هذا. نعم. هذا يقول: كنت أطوف بالبيت اليوم، وعند نزول المطر لاحظت أن، فهل الطواف أثناء المطر مستحب؟ وماذا علي لو قطعت الطواف؟ إذا كان المطر يضرك، لأنه يؤذيك بالرطوبة، تسرب الماء، فلا مانع أنك تجلس في مكان، في مكان لا ينزل عليك مطر، فإذا وقف توقف المطر تعود وتكمل الطواف، بشرط أن تبقى على طهارتك، تبقى طاهرا. أما إذا كان المطر خفيفا ولا تتضرر منه فأكمل الطواف. لا. يسأل عما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. هذا شيء محدث، هذا شيء محدث ما كان معروف عند السلف. القرآن معجز بلا شك، القرآن معجز من جميع الوجوه بلا شك. أما إننا نفسر القرآن من عندنا هذا لا يجوز. القرآن لا يفسر إلا بأربع طرق، أربع طرق فقط. الطريقة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم تجد في القرآن تفسيرا ترجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول مفسرة للقرآن. إذا لم تجد في سنة الرسول ترجع إلى قول الصحابة، إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تجد عن الصحابة تأخذ عن التابعين، تفسير التابعين تلاميذ الصحابة. هذه وجوه التفسير التي يسير عليها السلف ويسير عليها العلماء. أما نحدث شيء جديد ونفسر القرآن به تخرص هذا لا يجوز، هذا قول على الله بلا علم. يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحترم القرآن ولا يفسره بغير الطرق الشرعية المعروفة التي عليها كتب التفسير المعتمدة. نعم. هذا يقول: رجل أحرم من أبيار علي، لما وصل مكة حل إحرامه ثم تروش وتوضأ، لا بأس، يجوز للمحرم أنه يغتسل ويتنظف، ويجوز يغير ملابس الإحرام من ملابس أخرى، يجوز كل هذا ولا يؤثر على إحرامه. نعم. هذا يقول: أنه كان في السنوات الماضية يخرج الزكاة إلى جدته، يظهر لي يقول جدته، إلى جدتي، يقول ما يجزي هذا، الزكاة ما تجوز من الولد لوالده أو جده، ولا تجوز من الوالد لولده أو ولد ولده، ما تجوز لا للأصول ولا للفروع. هؤلاء تجب نفقتهم عليك، إذا كانوا محتاجين تجب نفقتهم عليك، فلا تجعل الزكاة واقية لمالك،
يجب عليك تنفق على والدك جدك إذا كان محتاجا وليس له نفقة، يجب عليك تنفق على أولادك إذا كانوا محتاجين وليس لهم نفقة، تنفق عليهم من مالك ولا تنفق عليهم من الزكاة. نعم، فعليك أيها السائل إنك تخرج بدل الزكاة التي كنت تعطيها لجدتك تعطيها للفقراء والمساكين. نعم نعم، هذا ما هو واضح، سؤال ما هو وضح والكتابة علشان نقراها وكبر والحروف. هذا يقول ما حكم تنظيف الأنف بعد نزول الدم إلى البلعوم أثناء الصيام؟ إذا نزل دم من الأنف إلى الحلق أثناء الصيام أحسست به فإنك تلفظه، عليك أن تبادر بلفظه وعدم ابتلاعه، وإذا ذهب من غير اختيار منك أو غير انتباه منك فلا يضر، صيامك صحيح إن شاء الله. المهم أنك ما تتعمد بلع الدم، ما تتعمد بلع الدم، إذا ذهب إلى جوفك من غير تعمد فلا حرج في ذلك. ألا يقول ما حكم شراء السلع المدعومة، أي السلع المدعومة من الدولة عن طريق الجمعيات؟ إذا كنت تملك سلع سواء أعطيت إياها تبرع لك بها أو أعطيت إياها أو ورثتها أو أعطاك إياه ولي الأمر وحال عليها الحول، يزكيها بأي طريق، إذا ملكتها بأي طريق، طريق الشراء، طريق الإرث، طريق الهبة، ونويتها للبيع، إذا نويتها للبيع فإنك تزكيها إذا تم عليها الحول. نعم. ألا يسأل عن العمرة بطريقة غير نظامية، يعني إذا كان المرور يمنع أنك تحرم، مثل النظام الذي صدر بأن من حج إنه لا يسمح له بالحج مرة أخرى إلا بعد مدة من أجل تخفيف الزحام على الناس، هذا اللي يعرف أنه في الحج، أما العمرة ما حدد لها أفواج مثل ما هو في الحج. المهم إذا كان الحكومة تمنع الإحرام فلا تحرم يا أخي، لا تعرض نفسك لمعصية ولي الأمر، لا تعرض نفسك لمعصية ولي الأمر ومخالفة النظام. نعم. هذا يقول هل في ذهب المرأة الألماس الذي يشترى لغرض اللبس الزينة؟ شوف، الحلي إن كان من غير الذهب والفضة هذا ما فيه زكاة قولا واحد، الحلي إذا كان من غير الذهب والفضة من الألماس أو غيره وهو يلبس هذا ما فيه زكاة قولا واحدا، ما في خلاف. أما إذا كان من الذهب والفضة هذا هو محل الخلاف بين العلماء، كثير من العلماء يقولون ما فيه زكاة لأنه ملبوس وليس للتجارة والنمى، وبعض العلماء يرى أن فيه الزكاة، فإذا زكيته أو زكته المرأة احتياطا وخروجا من الخلاف فهو أحسن، وإلا الوجوب ما نرى أنه واجب، لأن كثير من العلماء يرون أن الحلي الذي يلبس يعد للبس ليس فيه زكاة، تخفيف عن المرأة، لأنه لو دفعت زكاته كل سنة وهي فقيرة من أين تدفع الزكاة؟ الدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله أباح لها التحلي بالذهب والفضة، أباح لها هذا، هذا يقتضي أنها ما تجب فيها الزكاة لأنه معد للحاجة والاستعمال ولم يعد للنماء والكسب. نعم. أكثر الأسئلة ما هي في موضوع الدرس، ما نجاوب إلا على أسئلة في موضوع الدرس أو قريب من الدرس، أما يسأل عن الحزبيات وعن ما قال فلان وقال هذا ما هو من شغلنا، ما جينا للأمور هذه. هل يجوز للمسافر أن يصلي في بيته وهو يسمع النداء؟ لا يا أخي، ما يجوز يصلي في بيته، اللي يسمع النداء وبجنب المسجد يجب عليه يجيب،
يصلي في المسجد مع الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا عام للمسافر وغيره، سمع النداء وقريب من المسجد يجب عليه الذهاب والصلاة مع المسلمين، لماذا يصلي في بيته مسافر أو غير مسافر؟ نعم. هذا يسأل: هل تجب الزكاة في قوارب الصيد في البحر؟ لا يا أخي، الشيء اللي يعد للاستعمال، اللي يعد للاستعمال مثل السيارات للأجرة أو للركوب، سيارات للركوب أو قوارب للبحر لحمل الأثقال أو للصيد، هذه ما فيها زكاة، هذه مستعملات، هذه مستعملات ما فيها زكاة. نعم، اللي يعد للاستعمال ما فيه زكاة. نعم. هذا يسأل عن الاحتلام في أثناء الصيام، هذا بغير اختيار الصائم، ألا يؤثر على صيامه؟ ما يؤثر، صيامه صحيح، لكن يجب عليه الاغتسال عن الجنابة فقط. نعم. هذا يسأل عن راتبة العشاء، الراتبة اللي بعد صلاة العشاء، هل تصلى جماعة أو فرادى؟ هذا سؤال غريب وعجيب. صلاة الراتبة كل واحد يصلي لحاله، يصلي الراتبة لحاله، ما لها جماعة، ما لها جماعة الراتبة، كل يصلي راتبته وحده. نعم، في العشاء وفي غيره. نعم. هذا يسأل: ما حكم تحلي المرأة بغير الذهب والفضة؟ لا بأس يا أخي، يجوز لها تحلى بغير الذهب والفضة كالألماس والأحجار الكريمة وغير ذلك، مما جرت العادة، مما جرت العادة بلبسه. نعم. ما حكم شخص لا يستطيع أن يتزوج، فهل يصح أن يتزوج من الزكاة؟ نعم، إذا كان الإنسان ما يستطيع يتزوج، ما عنده كلفة الزواج وهو محتاج للزواج ولا عنده مؤونة للزواج، فيساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة ما يتمكن به من الزواج، لأن هذا مشروع خيري ومشروع طيب، الزواج مأمور به شرعا. إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة لفقره، ما هو علشان الزواج، يعطى لفقره لأنه فقير. نعم. هذا يسأل عن التكاليف، تكاليف الزرع، تكاليف الزرع مثل البذر، مثل إجرة الحصاد، مثل إجرة العمال، هذه تخرج من الزرع، تخرج هذه التكاليف تخرج من الزرع، ويزكى الباقي، يزكى الباقي بعد التكاليف هذه. نعم. يقول: هل تجوز الصلاة خلف رجل يكتب التمايم والجداول والشعوذة؟ لا، ما يجوز، اللي عنده شعوذة سحر ويكتب العزائم الشركية التي فيها دعاء الشياطين والجن، هذا مشرك، لا يجوز. أما اللي يكتب العزائم من القرآن أو من الأدعية الواردة فهذا محل خلاف، ولكن يصلى خلفه، وكونه يترك هذه العزائم وكتابتها أبرى لذمته، لأن فيها خلاف بين العلماء، حتى ولو كانت من القرآن ولو كانت من الأدعية الشرعية، كثير من العلماء لا يجيزون كتابتها وتعليقها على الأشخاص، يتجنب هذا. لكن الصلاة خلفه صحيحة، إن المسألة خلافية. نعم. هذا يسأل عن مسألة، يعني يقول أن اليوم يوم نزل المطر فيه ناس يغتسلون من ماء الميزاب، ميزاب الكعبة، تبركون به، ما هذا، ما له أصل، يعني ما له دليل، ما له دليل أن ماء الكعبة يتبرك به. لكن المطر من حيثه، حتى لو ما هو من الكعبة، المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أوله ويترك المطر ينزل على جسمه عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه ماء مبارك وإنه حديث عهد بربه، فلا شك التبرك بالمطر طيب، ما هو بلازم إنه يكون من الكعبة، من السماء، نزوله من السماء فيه بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.